جواز التلقيح هو كل شيء ومهم بزاف. دابا بلا بيه ما يمكن ليكش تمشي لمدينة أخرى، وقريب غادي يولي مطلوب باش تدخل القهوة، الريستورا، الحمام، المسرح، السينما، الملاعب، الوطيلات والمراكز التجارية الكبرى، وسائل النقل العمومي، وزيد وزيد. هي خاصو ديما يكون مع الواحد ضروري، حيت بلا بيه ما غادي تقدر تدير والو. في حالة تطبيق هذا القرار، أولا هناك صعوبات كبيرة في التنفيذ ديال هذه الصعوبات تتجلى فيه، لأنك على حسب ما جاء في ذاك البلاغ ديال الحكومة بين قوسين حتى الآن، أن مثلا الاستعمال الوسائل النقل العمومية أولا للذهاب للمقاهي وقاعة الرياضة والحمامات كل الأماكن المغلقة يجب أن تدلي بجواز تلقيح. جواز التلقيح أولا هو أمر شخصي ويحمل معلومات شخصية، يجب أن تبقى حصرا على الشخص أو على بعض الأشخاص اللي القانون تيخول من المراقبة، طبيب ديالك أو رجال الشرطة أو هذا. فالآن إحنا فاش كنديروا هذا البلاغ بهذا الشكل، يعني نادل في مقهى أو في البائع تذاكر القطار سيطلب منك جواز التلقيح. هذا جواز التلقيح في أمور شخصية ما منحقش أي واحد يطلع عليها، هذا من جهة. من جهة أخرى الشخص اللي الآن توكل له الدولة تنفيذ القانون ليس من حقه ذلك، مثلا ليزاجون سيكوريتي امام الاسواق العموميه الكبرى هو اللي غيطلب منك جواز التلقيح. واش هذا السيد قادر يقرا جواز التلقيح ويقرا المعلومات الشخصيه ديالك؟ يعني ما هو شخصي سيصبح مباحا للجميع.